مرحبا واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من اطباء سبعه موسم رمضان. ان شاء الله صيامكم يكون خفيف وان شاء الله تكونوا مرتاحين وبمروا ايام رمضان بخير وسلام. لا دكتور اهلا وسهلا كيفك فيك. كيف الصيام معك؟ والله الحمد لله الحمد لله، دائما نحكي الحمد لله. اليوم حبيت نحكي عن موضوع كثير مهم بما اننا بشهر رمضان المبارك، وبتعرف كل حدا فينا هلا ومن الشباب اللي بتابعونا والصبايا هلا عندهم دراسه، ولا بد انه الدراسه تستمر حتى في رمضان، مش حتوقف الدراسه. وكثير عم بيسألون على مواقع التواصل الاجتماعي وبيبعثوا لنا يا دكاتره احكوا لنا شو نعمل في رمضان والدراسه في رمضان. حبيت نحكي اكثر عن موضوع الدراسه ورمضان. هلا الدراسه في رمضان زيها زي اي وقت ثاني، لازم الواحد ينظم وقته، لكن خصوصيه رمضان انه في فطور وفي سحور وصايم تعبان. هلا الصيام ما لازم يكون الواحد تعبان اذا قسم اموره. كيف يعني؟ يعني لما يجي يفطر ما يفطر مره واحده ياكل كل الاكل مره واحده، يقسمه. يعني اول ما يفطر مثلا يشرب شوربه، ياكل تمر اللي يمشي معدته شويه وانه يعطيه شويه طاقه. تعرف بدي اقطعك، كنت انا في رمضان بتذكر ايام الجامعه، بتذكر يعني كنا شاطرين بالجامعه. كنت ايام رمضان بعد السحور مباشره اضل صاحي لفتره الصبح واطلع على الدوام. هاي احسن فتره، هاي الفتره كثير بركز فيها. اكيد احسن فتره انه الواحد يركز ويدرس اللي هي بعد السحور. نعم. لغايه نحكي الظهر اذا كان في عندك مجال انه تدرس طول الوقت من غير ما تداوم، اذا ما في دوام بالضبط. لكن اذا كان عندك دوام بدك تقسم وقتك زي الايام العاديه وتخفف الاكل انه ما يكون دسم وما تاكله مره واحده، لازم يعني بدل ما تاكل وجبتين كل خمس أوكي. وجبات طيب. ما بين الفطور والسحور وكل واحده تكون خفيفه. طب قديش وضع النوم مهم للواحد؟ يعني سبحان الله النوم يعطي الانسان طاقه بكل اشكالها وبعطيه التركيز خلال اليوم العادي، واذا بيشرب كافيين واذا بياكل ما بالك وهو صايم. اكيد كثير مهم انه ينام منيح، عشان هيك ما لازم يشرب على السحور قهوه، ما لازم يشرب شاي. تعطش بعطش البول صح؟ لأن كلها بتدر البول وبتخليك تعطش طول النهار، زائد انه بتصحيك ما بتخليك تنام اذا بدك تنام. السوائل العادية كثير مفيدة بالصيام لانه بتعطيك طاقة خلال النهار وبتخليك يبطل عندك طيب. جفاف. احنا عشان نركز على كل حدا بيتابعنا وبده يدرس برمضان، بنحب دائما نذكر بينكم توزعوا فترة الدراسة، لو بدينا من بعد السحور لفترة الدوام للصبح، بعد الفطور بساعة مثلا او بعد صلاة التراويح ممكن كمان تدرسوا كم ساعة وبعدها تناموا ترتاحوا وتصحوا على السحور وتكملوا دراستكم. ما تحاولوا انكم تجهدوا حالكم اذا تعبانين خلال فترة الصيام باليوم، لا حاولوا انكم ترتاحوا وركزوا على فترات الدراسة اللي تكون فيها كثير مركزين. وشغلة واحدة أنا بدأ أحكيها للشباب، خصصوا لحالكم على الأقل ساعتين بالنهار اللي تروحوا عن نفسكم صح. يعني تقعدوا مع أهلكم تحضروا فيلم، تروحوا على الصلاة السبعة. تروح على الصلاة تحضرونا برمضان. ساعتين بالنهار لازم يكون لك أنت إشي غير الدراسة عشان تقدر تبدع بالدراسة بالضبط. شكرا كتير دكتور، إن شاء الله دائما نتمنى لكم النجاح بكل امتحاناتكم وبكل دراستكم، وأكيد نتمنى دائما تكونوا بأحسن الحال، وإن شاء الله الصيام عم بيمشي وبكون زي ما حكينا هيك خفيف ولطيف. رح نستمر بفقرة أطباء سبعة ضمن رمضان، خليكم معنا. هرمونين بتحكموا بعملية الجوع والشبع عند الإنسان، هم هرمون اللبتين وهرمون الجرالين. هرمون الجرالين هو المسؤول عن إرسال إشارات الجوع للدماغ، أما هرمون اللبتين هو اللي بيحكي للدماغ خلص أنا شبعان. بس في بعض الأشخاص بيعانوا من بعض المشاكل وما بيكون في عندهم سيطرة على هاي الهرمونات، بيكون في عندهم خربشة فيها، وهذا ما يسمى بالبنج إيتينج ديس أوردرز، أو ما يسمى بالشره الغذائي، أو ما يسمى بفرط الأكل. وخصوصاً هاي الظاهرة ممكن تزيد عندهم في شهر رمضان بعد صيام ساعات طويلة ومشاهدة التلفزيون وبرامج الطبخ ودعايات الأكل اللي بتخلي عندهم الشهية تزيد. بيكونوا الأشخاص اللي عندهم البنج إيتينج ديس أوردرز بياكلوا بطريقة كتير سريعة، بياكلوا من غير وعي ومن غير تفكير، وحتى من غير ما يحسوا إنهم جوعانين بالأيام العادية، وبيكون أكلهم عادة بكميات كبيرة ولأكل حتى هم ما بدهم ياكلوا، وبيكون عندهم بعد الأكل شعور بالاكتئاب والزعل إنه أنا ليش أكلت كل هاي الكميات وأنا ما كنت جوعان. ممكن إنه الضغط النفسي يأثر عليهم لأنه بيزيد من معدلات الكورتيزول اللي هي أيضا بتأدي إنهم ياكلوا بكميات أكبر من هيك. طيب شو الحل اللي إحنا بدنا نقدمه للأشخاص بهاي الحالة؟
أول إشي لازم إنه هم يأكلوا شوي شوي، ففي سفرة رمضان إحنا بننصحهم إنهم ما يحطوا الأكل مرة واحدة كلياته على الطاولة أو على السفرة، ويبلشوا يأكلوا التمر، بعدين يتوقفوا شوي، بعدين يبلشوا بصحن الشوربة، بعدين ينزلوا السلطة، والصحن الرئيسي ينزلوه آخر إشي على الطاولة حتى ما يأكلوا بطريقة سريعة. ثاني إشي إنه إحنا بننصحهم فيه اللي هي عملية المضغ. دائما إحنا بنحكي إنه لازم نمضغ الأكل شوي شوي لحتى يصير عندنا شعور بالشبع، فكتير من الدراسات أشارت إنه المعدة والدماغ بيحتاجوا لعشرين دقيقة لحتى يوصل عندنا هذا الشعور بالشبع. كمان بنصح الأشخاص اللي عندهم عادة الشره الغذائي إنهم يمارسوا التمارين الرياضية، لأنها بترفع من هرمون الدوبامين اللي بيعطيهم الشعور بالسعادة أكتر، وممكن إنهم يتوقفوا عن تناول هاي الأطعمة بكثرة، لأنه الأشخاص اللي عندهم الشره الغذائي بيكون عندهم عادة زيادة بالوزن والسمنة وأمراض كتيرة مثل القلب والسكر اللي هي مرتبطة بالسمنة، بيعانوا من ضيق من النفس، باضطراب بدقات القلب حتى، وبيكون عندهم المشكلة الأساسية اللي هي الخجل من نفسهم ومن الطريقة اللي عم يأكلوا فيها ومن الوزن اللي هم بيكونوا وصلوا له بسبب الشره الغذائي. بنتمنى إنه هاي النصائح تكون فادتهم، ونتمنى الصحة والسلامة للجميع. مستمرين معكم بفقرات أطباء السبعة موسم رمضان، كل عام وانتم بألف خير، دائما بنحب نعيد عليكم موضوع كتير مهم رح نناقشه بفقرتنا هلا. الناس اللي عندهم قرحة بيخافوا خلال فترة الصيام، كيف نتعامل معها؟ شو وضعنا برمضان؟ رح ناقشه أكثر مع زميلنا دكتور عامر. كيفك؟ أهلا بيك. أنا فيك الأطباء السبعة. أهلا بيك. أهلا بيك. دكتور، يعني برمضان وإحنا هلا برمضان كل عام وأنت بخير، الناس اللي عندهم قرحة معدة شو وضعهم؟ وضع الصيام تبعهم؟ بيتعبوا؟ أكيد مريض اللي عنده قرحة في رمضان يعاني أكثر من المريض العادي، لأن مرضى القرحة لأنه في فترة الصيام معدتهم تبقى خالية، وبنفس الوقت إفرازات المعدة الحامضية بيظلها مستمرة موجودة. فبما أنه ما بيجيها شيء بحيث أنه يخفف من حدتها، هذه قد تثير يعني القرحة عند مرضى اللي بيعانوا من هذا الموضوع. فمن هذا القبيل مريض القرحة بده يعمل شوية احتياطات حتى أنه يتجنب الأعراض أو المضاعفات. طيب، اللي قد تنتج لما نحكي شوية احتياطات، شو الاحتياطات؟ طبعا طبيعة الأكل أهم شيء، يتجنب شغلات الحارة، شغلات الحامض كثير، أدوية القرحة اللي بتخفف من إفرازات المعدة يجب أنه برضه أنه يدير باله أنه يأخذها باستمرارية إذا كان ماشي عليها، وإذا ما كان ماشي عليها يمكن بهذه الفترة يحتاجها. أنه يحتاجها، فيبدأ باحتياطاته حتى قبل ما البدء بالشهر، على أساس أنه تكون القرحة نوعيتها أو وضعها يكون هادي أو مرتاح قبل الدخول بالصيام وبشهر رمضان. طيب، عادة في حالات معينة دكتور بصير عندهم مضاعفات، الأشخاص اللي عندهم قرحة بالمعدة، وكنا نحكي أنه قبل الهواء أنا وياك إنه هاي المضاعفات بتزيد خلال رمضان، بحب أكثر توضح للمشاهدين عنها. طبعاً من أهم المضاعفات وأخطر مضاعفات إنه ممكن القرحة تنفجر داخل البطن، وهذه قد تحتاج إلى تداخل جراحي. ومن الشغلات اللي ممكن تزيدها هي عدم استخدام الأدوية اللي مانعة للحموضة، واستخدام الأدوية اللي هي بسموها الأدوية الالتهابات النونستيرويدال، زي أدوية الدايكلوفيناك صوديوم أو زي بأخذوها للمفاصل للعظام، بأخذوها مسكنات، حتى بأخذوها هلأ مش بس مفاصل عظام، بأخذوها لوجع الرأس، وجع الأسنان صار يخبر. وجع الأسنان لوجع الكلى. فهذه الأدوية أكيد كمان قد تثير أو تساعد على مضاعفات القرحة وزيادة آلامها وانفجارها. طيب، كنا نحكي أنه ممكن نوصل لمرحلة تصير مضاعفة اللي ذكرناها وانفجار القرحة، هل في علامة للصايم اللي عنده قرحة بالمعدة أنه يا حبيبي إذا صارت معك هاي الإشي في رمضان دير بالك؟ طبعا، إذا القرحة مش يعني ليست الآلام الطبيعية اللي بتصير مع القرحة، المريض اللي بتصير عنده انفجار بصير عنده ألم مفاجئ في البطن، وهذا الألم يعني زي إشي حس أنه إشي هيك فجأة صار في بطنه ألم شديد. زي ما تقول التشخيص الكلينيكي تبعه كيف إنه هذا الألم شوي شوي بخف بيختفي، بس بالوقت ببلش يطلع، يعني أول شيء بيجي فجأة، بعدين ببلش ينمو بتزايد بحيث إنه يوصل بشدة الألم بحيث إنه المريض بيقدرش يتحرك من شدة الألم. نعم. قد يصاحبه هذا الألم حرارة، غثيان، شعور بالتعب والإرهاق. في هذه المرحلة يجب إنه المريض يراجع طوارئ. طيب، أو طبيب مختص. لما نحكي عن مكان، لما نحكي عن منطقة يعني فوق السرة مثلاً، ولا لما تنفجر بالبطن. أول ما بداية الألم بيصير يعني أعلى المعدة، أعلى البطن، ولكن لما يبلش يتنامى، وخاصة إذا كانت منفجرة القرحة، كل بطنه بيلتهب، فبيصير الألم عنده بكل بطنه، يعني بوين ما تحط إيدك على بطنه بتلاقيه إنه متألم. طيب،
آخر سؤال دكتوري، على وجبة الإفطار بده يفطر، هل في إشي معين ينتبه له؟ يعني هل يأكل إشي خفيف، ممكن يشرب مثلا مي ويبدأ وجبته بشكل خفيف؟ إيش في أمور مهمة ينتبه يعني هلأ هي كمان نسيت نقطة، طبعا مريض القرحة إذا بدخن يعني أنا يعني أستغرب، طبعا هذه نصيحة للمدخنين، يعني جزء كبير من المدخنين عندما يفطر على سيجاره، خاصة إذا عنده قرحة هاي كمان بتساعد وبتأثر على القرحة، فيجب إنه يبدأ بأكل خفيف، يحاول إنه يشرب سوائل، يحاول إنه زي ما يعني زي ما تقول إنه تمرات، شوية لبن، شوية حليب، هيئ المعدة، هيئ المعدة بعدين يأكل. نعم. برضو نفس الشيء زي ما حكينا في شغلات الحامضية الحارة، حاول يتجنبها قدر الإمكان، بينما يأكل كل اللي بده إياه بس بتعقل. عرفت علي، هذا أهم شيء. شكراً كثير دكتور، معلومات قيمة لكل حدا بتابعنا هلأ وعم بجهز سفرة الإفطار، ينتبه لهاي الأمور وحتى لو بتابعنا بعد إفطار كمان ينتبه لهاي الأمور للأيام القادمة من رمضان. شكراً كثير دكتور، يسعدك. عافية، رح نستمر بفقرات أطباء سبعة موسم رمضان، خليكم متابعينا. مرحباً، وصلنا لفقرة حقيقة أم خرافة، نحكي على موضوع كتير مهم اللي هو موضوع الكلى وحصوة الكلى والصيام. هل فعلا حصوة الكلى أو مشاكل الكلى بتأثر بالصيام؟ خليني أحكي لكم معلومة جدا مهمة على الكلى. الكلى طبعا من أهم أعضاء الجسم الموجودة، هي بتنقي جميع أو بالدم من الجسم، فكل الدم اللي بروح على الكلى بتنقى وبتاخد منه البروتينات والمواد المهمة وبنزل البول اللي هو عديم الفائدة. فبالتالي إذا الواحد صار يصوم أو صام، كمية السوائل اللي بتفرزها الكلى بتكون أقل. فالمرضى اللي عندهم مشاكل مزمنة في الكلى ممكن يكون الصيام غير مناسب لأنهم، لأنه ممكن هذا يأثر على وظيفة الكلى. وكمان في مشكلة كمان بنحكي عنها اليوم اللي هي مشكلة حصوة الكلى، كل ما الواحد صار عنده جفاف أكثر كل ما نسبة حدوث حصاوي الكلى بتكون أكثر، وإذا كان عنده مشكلة صغيرة بحصوة الكلى إذا صام وصار عنده جفاف خصوصاً ساعات الصيام الطويلة ممكن تؤدي إلى زيادة في أعراض حصوة الكلى أو مشاكل في الكلى. فبالتالي الأشخاص اللي عندهم هاي المشكلة ضروري جداً يراجع دكتور الكلى قبل ما يبلش الصيام. فهاي المعلومة صحيحة 100% إنه صيام قد يؤثر أو بزيد من حصوة الكلى. بتمنى أنكم تكونوا استفدتوا من هالمعلومة البسيطة، وتابعوني في فقرات الأطباء السبعة رمضان. مستمرين لسماعكم بالأطباء السبعة بحلقتنا اليوم، عم نحاول نطرح موضوع دائما عم تستفيدوا منه، وهلا وصلنا لآخر فقرة بالبرنامج، فقرة التواصل الاجتماعي. أسئلة بتبعتوها على الموقع الإلكتروني أو حتى على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي. دكتوري في سؤال. طيب، واحدة متابعين عم تسأل: دكاترة أنا عندي مشكلة، مش كتير بحب أتصحر وأكل على السحور، بحب أكل كورن فليكس مع حليب، بس لما عم باخد الحليب بصير عندها نفخة ومغص ببطنها، فشو ممكن تكون مشكلة يالك إذا بتصحر على كورن فليكس ومشكلتك بالحليب بس؟ لا، هي أكيد إنه مشكلتها من الحليب مش من الكورن فليكس. بالضبط، لأنه عادة بيصير في عندهم لاكتوز انتوليرنس اللي هو نقص عدم قدرة على تحمل اللاكتوز. نعم، اللاكتوز هو عبارة عن إنزيم بيحول السكر اللي بالحليب لسكر عادي، يعني والجسم بيهضم اللاكتوز هو فعليا. اذا ما عندك اياه هذا بيضل السكر بالامعاء وبسحب معه المي، فبيسوي نفخه وبيسوي اسهال، وممكن يسوي نوع من الاسهال الشديد اللي بيسوي جفاف شديد. هلا عشان نتغلب عليه، يا اما ما بناخذ حليب، يا اما بناخذ حليب لاكتوز فري ما فيش فيه لاكتوز، يا ما بناخذ انزيم اللاكتيز هو نفسه بيجي حبوب او بناخذها او مع الاكل، فبصير عندنا ال- 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 الاستيعاب لسكر اللاكتوز. ودائما رنا بنحاول بنحب ننصحك دائما بانه حاولي على السحور. لا اوكي، ما بتحب السحور، حاولي شوفي بدائل ممكن تساعدك تحبي السحور. دائما بننصح بان السحور ناخذه، ممكن تروح تلجئ للفواكه على السحور مثلا، اذا بتحبي مثلا امور ثانيه مختلفه ممكن فواكه انها تساعدك على السحور، راح تكون بديل لك عن انك ما بتحبي السحور. شكرا كثير لك دكتور، ان شاء الله تكونوا عم تستفيدوا من برنامج الاطباء السبعه خلال موسم رمضان. كل يوم احنا معكم بحلقه جديده ومواضيع منوعه من الاطباء السبعه، ورح نشوفكم ان شاء الله بكره بحلقه جديده من الاطباء السبعه، والسلام عليكم.